هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن ريفيو ومقارنه بين 4 انواع من البرفانات اللي انا بحبها قوي. هما برفانات جورداني من اوريفلام. اوريفلام عامله لاين كامل اسمه جورداني للبرفانات، كلهم بيتميزوا بحاجات متشابهه جدا ما بينهم وبيختلفوا في حاجات بسيطه. تعالوا نشوف هما ميزتهم ايه واختلافاتهم في ايه. لو حابين الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، ويلا بينا نبدأ في الفيديو. أول حاجة هنبدأ بيها بأكتر واحدة مشهورة، جورداني جولد إسينزا. ده بيكون شكلها، الغطا بتاعها مطلي بمية الدهب. انا كنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، افضل 10 برفانات من اوريفلام جربتهم. لو حابين الفيديو ده هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وهيظهر هنا من فوق. كل البرفانات دي اودو بيرفيم، وكمان برفانات جورداني كلها مشتركة في ان هي كلها بيدخل فيها زهور البرتقال بس بتركيزات مختلفة. البرفيم دي المقدمة بتاعتها البرجموت، والقلب بتاعها زهرة البرتقال والزهور البيضة، والقاعدة بتاعتها الأخشاب. هي ما فيهاش مكونات كتير، رغم كده هي شيك جدا جدا جدا. هي تصنيفها ان هي زهور بيضة، بتشمي منها زهور بيضة وحمضيات وخشبية وتابلي منعش وحيواني. فعلا البرفيم دي اول ما بتشميها بتشمي ريحة زهرة البرتقال، فعلا باينة جدا فيها. انا ما بحبش الروائح الخشبية، لكن كل برفانات جورداني وكمان كل برفانات اوريفلام حتى اللي بيبقى فيها سنة خشبية انا حبيتهم جدا جدا، ما عدا برفم واحد هقولكوا عليه بعدين. لكن البرفانات اللي انا هتكلم عنها النهاردة كلها حبيتها جدا، رغم ان من مكوناتها حاجات خشبية. البرفيم دي انا بحسها برفيم من كتر شياكتها دي بتاعت المناسبات والاعياد والحاجات الخاصه جدا، لكن ما تتحطش في اي وقت، كمان بتتحط بالليل. يعني انا بحس ان هي شيك جدا، ما حسيتش ان هي مناسبه قوي في النهار، لا هي مناسبه اكتر في الليل، بتقعد وقت كتير قوي وبتتعتق. انا بقالها معايا اكتر من 2 سنين ولحد دلوقتي فاضله، واصلا انا بخاف احط منها كتير عشان ما تخلصش من كتر ما انا بحبها جدا. تعالوا نتكلم عن تاني برفيم واللي انا حسيتها شبهها، ودي احدث برفيم من جورداني، اسمها جورداني جولد اسينزا سينشوال. البرفيم دي الطريقة بتاعتها مختلفة تماما، كده بتتحط كده، ريحتها جميلة جدا جدا. تعالوا نشوف مقدمة العطر بتاعها ايه. المقدمة بتاعتها جاردينيا وبرجموت وكشمش اسود، وقلبها زهرة البرتقال برضو شبه جولد اسينزا العادية، ومسك الروم والهيليوتروب، والقاعدة بتاعتها فانيليا وخشب الصندل. لما بتشميها بتشمي منها زهور بيضة وفانيلا وحمضيات، هي فعلا زهور بيضة قوي وخشبية ومسك الروم وحيواني وحلو. طيب انتي بتشمي ايه اول ما ما بتحطيها؟ بتشمي ريحة كده شجري، ريحته جميلة قوي، شجري على زهور بيضة فعلا زي ما مكتوب، وفي الاخر خالص القاعدة بتشمي ريحة اخشاب. انا ما بحبش ريحة الاخشاب بس حبيتها جدا وما ضايقتنيش خالص حتى في القاعدة بتاعتها، لكن غير كده مش بتشمي. هي شبه جورداني جولد اسينزا العادية، يعني انت لو بتحبي دي جيبي دي ما تقلقيش خالص، هي شبهها قوي بس دي على شجري اكتر، وبتنتهي في الاخر بريحة خشبية. وانت بتحطيها كده بتحسي ان انت ملكة كده في منتهى الانوثة طريقتها اصلا، فهي جميلة خالص ورقيقة قوي. فهي زي جورداني اسينزا لكن ميلة على سنة شرقي اكتر، ده الملخص بتاعها. تالت حاجة بقى جورداني جولد وايت اوريجينال، دي تاني واحدة منها، انا مش معايا الاولانية اللي انا استخدمتها لان كانت من زمان خالص. دي بقى حبيبة قلبي، دي بحسها اكتر برفيم قريبة مني ومن شخصيتي.
هي رقيقة جدا. تعالوا الأول نتكلم على المقدمة بتاعتها. المقدمة بتاعتها مندرين اللي هو اليوسفي وتوت العليق والصنوبر. والقلب بتاعها زهرة البرتقال برضو شبه الاتنين اللي فاتوا، والنكترين وزهرة العسل. والقاعدة بتاعتها الطحالب والمسك الأبيض والباتشولي والفانيليا. بتشمي منها ايه؟ زهور بيضة فاكهية، حلو، حمضيات، زهري، ترابي، عشبي، تابلي، منعش، ناعم، طحلبي. طب انا لما بحطها كده بشم ايه؟ انا بشم ورد، زهور رقيقة جدا جدا، منعشة جدا جدا، مناسبة قوي في النهار، صيف او شتاء، من كتر رقتها. هي تنفع في النهار قوي، تنفع للبنات الرقيقة الشيك، بتحسي كده ان انتي بنوتة شيك ومميزة جدا في نفسك. كمان انا بحب اي حاجة فيها توت، فعلشان كده هي عجباني قوي. بس مش ما شمتش فيها ريحة التوت الصراحة قوي، لا، اللي شميته منها الزهور والريحة المنعشة والروائح الفاكهية، فعلشان كده هي بالنسبة لي البرفيم الايديال المثالي المناسب جدا لشخصيتي. رابع حاجة معانا هي ميس جورداني. البرفيم ده المقدمة بتاعته مانجو وجريب فروت وبرجموت ولبلاب، وسط العطر نيرولي والفلفل الوردي والفريزيا والفوانيا. القاعدة بتاعته توت العليق والفانيليا وخشب الصندل والباتشولي والمسك. هو حمضي فاكهي حلو زهري استوائي خشبي منعش وتابلي وناعم وفانيلا. فعلا هو جميل قوي، شبه شوية جورداني جولد وايت بس على فاكهي اكتر. يعني بحسه هو عبارة عن الميكس بين جورداني جولد وايت وجورداني جولد اسنزا. لو انت بتحبي الحاجات الشجري ومش الشجري اللي تجزع، هو ده ريحته شيك جدا جدا، برضو تنفع مناسبات جميلة قوي. كمان في سنة فانيليا فعلا انت بتشميها، وير اول ما بتشميه بتشمي ريحة فواكه ده على طول، واللي بيفضل معاكي بعد كده ريحة ناعمة كده، ريحة فانيليا على فواكه ناعمة جدا جدا، بتهدى مع الوقت. بس كده تعالوا بقى نرتبهم في الثبات. بالنسبة لي اكتر حاجة كانت ثابتة جورداني جولد اسنزا، بعد كده جورداني جولد وايت، بعد كده ميس جورداني، واقل حاجة في الثبات بالنسبة لي كانت جورداني جولد اسنزا سنشوال. كمان حسيت ميس جورداني وجورداني جولد وايت الاتنين ثباتهم عالي وثباتهم قريب من بعض جدا. ثبات البرفانات دي بيدوم من 4 لحد 6 أو 7 ساعات كمان، وبيفضلوا في اللبس لفترة كبيرة جدا. بس كده يكون خلص فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو بليز دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد.